منتصف الليل في القاهرة التاسعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. السيدات والسادة في كل مكان، مرحبا بكم ومرحبا بك زميلتي هاجر سليمان. إليك هاجر. شكرا عمرو، ومشاهدينا تحية طيبة. أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري إطلاق حملات تنموية شاملة بعنوان إيد واحدة، اعتبارا من غد السبت، لخدمة 1.5 مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجا. وتهدف الحملات لتوفير الدعم الغذائي والدعم النقدي وتوفير الخدمات الصحية وتقديم البرامج التوعوية، حيث تأتي هذه الحملة كجزء من الاستراتيجية المشتركة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتأكيدا على التزامنا بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجا. في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر استحقاقا، أعلنت مؤسسة حياة كريمة بتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري إطلاق حملات تنموية شاملة بعنوان إيد واحدة، اعتبارا من غد السبت. تهدف الحملة لخدمة 1.5 مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجا، وتهدف لتوفير الدعم الغذائي والدعم النقدي وتوفير الخدمة الصحية وتقديم البرامج التوعوية، حيث تأتي هذه الحملة كجزء من الاستراتيجية المشتركة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتأكيدا على التزامنا بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم أنواع الدعم كافة للأسر الأكثر احتياجا. تطلق وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري حملات تنموية شاملة بعنوان إيد واحدة، اعتبارا من غد لخدمة 1.5 مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجا. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر استحقاقا. وتهدف الحملات إلى توفير الدعم الغذائي والدعم النقدي وتوفير الخدمة الصحية وتقديم البرامج التوعوية، حيث تأتي هذه الحملة كجزء من الاستراتيجية المشتركة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتأكيدا على التزامنا بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجا. يعلن الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة إطلاق حملات تنموية شاملة بعنوان إيد واحدة، اعتبارا من غد السبت، لخدمة 1.5 مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجا. وتهدف الحملات لتوفير الدعم الغذائي والدعم النقدي وتوفير الخدمة الصحية وتقديم البرامج التوعوية، حيث تأتي هذه الحملة كجزء من الاستراتيجية المشتركة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتأكيدا على التزامنا بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم أنواع الدعم كافة للأسر الأكثر احتياجا.
خلال مؤتمر صحفي على هامش مهرجان العالمين الجديدة بحضور عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة دعم الوزارة الكامل لأعضاء البعثة البارالمبية المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024. إحنا كمان يعني معانا في العالم عالمين منتخب مصر البارالمبي. أطلقنا للمنتخب الأولمبي الزي الجديد في العاصمة مصر الجديدة، وكان كل ولادنا اللي بدأوا السفر لبداية الدورة الأولمبية باريس 2024. زي ما الفريق والمنتخب الأولمبي ولاد مصر اللي كرموا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي دايما مع أولاده الرياضيين والشباب المصري، وكانت الرسالة من القلب، من قلب الأب لأولاده الرياضيين، بيهنيهم على الفوز الكبير جدا في دورة الألعاب الأفريقية، لكن قال كمان الأخلاق مهمة. إحنا هنا النهاردة مع منتخب مصر ومنتخبات مصر، بس بنقول منتخب مصر الإنساني وهو البارا أولمبيك القادرون. وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة ستنفذ كأس دوري مراكز شباب مصر خلال فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، مؤكدا أن مصر أصبحت مركزا دوليا لاستضافة الأحداث العالمية. هيكون في تسابقات موجودة. طب إيه كمان؟ إحنا عندنا واحد من أقوى الدوريات المنظمة بشكل كبير جدا، دوري مراكز شباب مصر. إحنا هنعمل هنا كاس دوري مراكز شباب مصر، وهيكون التصفيات النهائية هتكون موجودة على أرض العالمين، بالإضافة إلى الألعاب الرياضية المختلفة. ده تعبير جيد جدا عن اهتمام الدولة المصرية. إحنا جزء منه في وزارة الشباب والرياضة، مش بس الرياضيين، لا ده الرياضيين والشباب والأعمار المختلفة. ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر للرئيس السيسي والشركة المتحدة على تحويل العالمين الجديدة لمدينة عالمية، مؤكدا أن الشركة المتحدة أصبحت شريكا استراتيجيا في نقل الصورة الحقيقية للرياضة المصرية. كل الشكر والتقدير للمتحدة وهي شريك استراتيجي. أستاذ عمرو الفقي يعني رئيس مجلس إدارة، احنا بنشكر حضرتك جدا على وجودك معانا وعلى الدعم الدائم، لأن بننقل الصورة الحقيقية للرياضة المصرية. أحيانا يعني بنلاقي العالم الافتراضي بقى عالم غير افتراضي، بيدي حقائق هي مش موجودة. احنا ما عندناش مشكلة، لأن خلاص العالم بيتغير بسرعة، سرعة الاتصالات سريعة، لكن احنا بكل يعني سعة صدر بنقول الحقيقة وبنقول ايه الوضع بالظبط. كما شدد وزير الشباب والرياضة على أن الشركة المتحدة تعد شريكا فعالا وحيويا للوزارة في تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان. في رؤية مبكرة ما بين الوزارة وما بين المتحدة. المتحدة هي شركة وطنية تقدم خدماتها للجميع. إحنا أحد هذه القطاعات اللي تعاوننا أن يكون هناك شريك استراتيجي للرؤية الإعلامية لوزارة الشباب والرياضة. بناخد بآرائه بدراساته على المنهج الإعلامي اللي الوزارة المفروض تكون فيه وبيه، لأن اعتقادنا في وزارة الشباب والرياضة مع خططنا التنفيذية أن الإعلام شيء مهم وهو شريك موازي في العمل لأي مدير. لازم يحترم الرأي الإعلامي، ولازم كمان يعني ناخد بآرائه وتحليلاته ودراساته. من جانبه أكد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن الشركة تتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتنظيم العديد من الرياضات على هامش مهرجان العالمين الجديدة. احنا الحقيقة التعاون ما بيننا وما بين وزارة الشباب والرياضة تعاون ممتد، وتعاون ممتد. تعاوننا في كابيتانو مصر، تعاوننا في الدوم، وبنتعاون هنا في عدة حاجات. احنا العالمين مش بس حفلات، العالمين الشاطئ كله عليه رياضات، وعليه رياضات مختلفة، وفي رياضة السيارات، وفي كرة القدم، وفي كرة السلة. فالحقيقة وزارة الشباب والرياضة جزء أصيل من مهرجان العالمين. انا كمان عايز احيي البعثة البارالأولمبية ومجلس الإدارة، وإن شاء الله يشرفونا، وهم دول الأمل بتوعنا، وإن شاء الله كلنا نشجعكم هناك بإذن الله.
حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على اصطحاب البعثة البارالمبية المصرية المشاركة في بارالمبياد باريس 2024 إلى مدينة العالمين الجديدة بحضور عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس اللجنة البارالمبية المصرية ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، وذلك لالتقاط الصورة الرسمية للبعثة المشاركة في البارالمبياد والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية خلال الفترة من 28 من أغسطس وحتى 8 من سبتمبر من العام الجاري. وأبدى وزير الرياضة سعادته بالتصميم الخاص بملابس البعثة المصرية، حيث تعد المرة الأولى التي يتم بها توحيد الزي للبعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس والبعثة المصرية البارالمبية. البعثة البارالمبية أو الرياضة البارالمبية عامة هي من ضمن الرياضات أو هي أفضل الرياضات اللي حققت إنجازات للدولة المصرية، وده أنه هو شرف ليهم ان هم يزوروا مدينتهم ويبقوا فخورين بيهم. هيبعتوا صورها او الزياره دي تبعتوا لهم اصحابهم واصدقائهم واخواتهم، ده من ضمن الترويج للمكان. وفي نفس الوقت احنا بنبقى فخورين ان 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 الرياضه البارالمبيه جزء لا يتجزا من المدينه الجميله دي. احنا سعداء ان احنا جايين نشترك في العالم المهرجان العالم العالمين، خصوصا 60% من ارباح المهرجان بتروح لأهالينا في فلسطين. احنا جينا النهاردة ناخد الصورة الرسمية للبعثة المسافرة ان شاء الله باريس 24. الحمد لله رفع اثقال، احنا عندنا اتأهل 13 لاعب ولاعبة للدورة البارالمبية ان شاء الله، وهنبذل كل مجهود عشان نحصل على ميداليات كتير ان شاء الله في البطولة. هي اول مرة اجي العالمين، واحد كان يعني كنت زي معظم المواطنين المصريين كنت بشوفها في التلفزيون، فكنت اول مرة اجي هنا، وطبعا وكانت افضل مناسبه ان انا اجي هنا باللبس البعثه البارالمبيه ان شاء الله سافر باريس 2024. فده شرف لاي لاعب ان هو يمثل بلده في دوره اولمبيه، وكمان يعني يجي ياخد صوره تذكاريه في مدينه زي العالمين، فده شرف كبير ان شاء الله. بجد انا فخوره جدا ان انا في مدينه العالمين، ما كنتش اتصور ان هي بالحلاوه دي كلها، وكمان اتمنى كل الناس تيجي تشوفها وتيجي تعرف. الشراكه بين اللجنه البارالمبيه واللجنه الاولمبيه دي حاجه كبيره جدا بتدعم الرياضه المصريه. والله النهارده كان يوم جميل، احنا فرحانين ان احنا موجودين في مدينة العالمين الجديدة، فرحين ان احنا بنتصور الصورة الرسمية بتاعتنا هنا في المدينة الجميلة ديت. وان شاء الله زي ما مدينة العالمين الجديدة احنا موجودين فيها لأول مرة، ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ونفرح مصر بالميداليات في باريس ان شاء الله. والله انا فخور ان موجود مكان زي ده زي العالمين في بلدنا، وان هو يستضيف حدث رائع. ان احنا يعني انا لعبت دورات بارالمبيه قبل كده اتلانتا وسيدني، والنهارده يعني بشارك في الحدث ده مش بصفتي لاعب، لا بصفتي عضو مجلس اداره. دي اول مشاركه لينا ان احنا نشارك في مهرجان كبير زي ده. ثانيا احنا النهارده بنال الزي الرسمي لبارالمبي باريس. بالنسبه للاجواء حلوه جدا، وانا سعيده جدا ان انا موجوده في مدينه كبيره زي العالمين. طبعا شرف لينا طبعا كلنا ان احنا نكون موجودين. والله النهارده صورنا صوره باللبس الرسمي بتاع البعثه، وبسطنا جدا سياده الوزير كان موجود، وطبعا بنشكره طبعا على اهتمامه لينا، وباذن الله باذن الله نرفع علم مصر في باريس باذن الله. انطلقت أولى رحلات نقل المواطنين من القاهرة للعالمين الجديدة، وأعلنت وزارة النقل عن توفير العديد من الأتوبيسات الداخلية بمدينة العالمين الجديدة والتي تعمل بنظام الكهرباء للحفاظ على البيئة، حيث تقوم هذه الأتوبيسات بنقل المواطنين إلى المناطق الخدمية لربط أماكن المهرجان بجميع المناطق الحيوية بالمدينة، وذلك في إطار التكامل والتناغم بين كافة الوزارات والجهات المعنية لخدمة وتنمية مصر وتنشيط السياحة. انطلقت أولى رحلات النقل الذكي من القاهرة للعالمين الجديدة في مهرجان العالمين في نسخته الثانية، حيث شغلت شركة سوبرجيت التابعة لوزارة النقل رحلات يومية بداية من اليوم إلى مهرجان العالمين بأتوبيسات فاخرة، ويتم نقل المواطنين من القاهرة والأسكندرية إلى داخل المهرجان في مدينة العالمين. وزارة النقل بالاشتراك مع الشركة المتحدة وفرت وسيلتين، وسيلة انتقال من المحافظات، وسيلة انتقال داخلي لمدينة العالمين. الأولانية للمحافظات اللي احنا شركة الاتحاد العربي السوبر جيت قايمة بيها،
بتنقل من محطة عدل منصور في القاهرة معادين معاد الساعة 7 الصبح ويرجع من مدينة العالمين الساعة 8 بالليل. ده للأنشطة اللي عايز يجي يقعد ويقضي يومه هنا هو سواء أفراد عائلات يقعدوا على الشاطئ يشوفوا الأنشطة الاجتماعية اللي موجودة الشركات اللي عاملة معارض اللي ويرجعوا آخر النهار الساعة 8. المعاد الثاني الساعة 4 برضو من محطة عدل منصور ويرجع الساعة 2 صباحا بعد انتهاء الحفلة اللي بتقام هنا. طبعا اخترت وزارة النقل محطة عدل منصور على أساس هي محطة تبادلية بيصب فيها جميع وسائل النقل مترو الأنفاق القطار الخفيف الوسائل النقل الحضر اللي بكافة أشكالها بتيجي هناك فالمواطن ما بيلاقيش صعوبة انه يوصل للمحطة هنا. الجزء الثاني طبعا انتوا حضراتكم 100% شفتوه اللي هو الشركه اللي بتقوم بشركه اكتر اللي بتقوم باعمال النقل الداخلي هنا اهوت بالاوتوبيسات الكهربائيه ودي اوتوبيسات برضو مريحه وصديقه للبيئه ومكيفه للتنقل داخل مدينه العالمين. الانتقال من الاسكندريه والقاهره الى الشاطئ العام ومنطقه الحفلات بمواعيد تستهدف الوصول الى الشاطئ العام الساعه 10 صباحا والعوده الساعه 8 مساء، وبالنسبه لمنطقه الحفلات وصولا الساعه 7 مساء والعوده الساعه 2 صباحا. وده بيطلع من محطه عدل منصور بالقاهره ودي محطه تكامليه بها سبع وسائل نقل، منها ثلاثه اقليميه هي محطه سوبر جيت السكه حديد وموقف السلام، وفي اربع وسائل نقل حضريه القطار الخفيف الخط الثالث للمترو خطوط الميكروباص اللي بتربط المدينه بالمحطه بالاضافه لاتوبيس التردد. يعني المكان الثاني محطه سيدي جابر باسكندريه وده تستهدف سكان مدينه الاسكندريه ومناطق الدلتا وسط الدلتا كفر الزيات وطنطا وبنها ان هو يقدر يستخدم قطار الطلج وحتى محطه سيدي جابر ثم يعني يقل الاتوبيس من محطه سيدي جابر الى هذه المناطق بنفس التوقيتات. يعني تتميز اوتوبيسات النقل الذكي بتوفير كافه سبل لراحه المواطن المصري ومتاحه لجميع الفئات، حيث يتوفر في الاوتوبيسات مكيف الهواء وخدمه الواي فاي تسهيلا على المواطنين. وزاره النقل اولا دشنت خط سوبر جيت شركه سوبر جيت التابعه لوزاره النقل من القاهره ومن الاسكندريه الى مدينه العالمين للمكان اللي احنا فيه حاليا. الحاجه الثانيه انها دفعت باوتوبيسات صديقه للبيئه وذكيه لنقل المواطنين داخل مدينه العالمين. طب ايه السبب؟ لان اللي بيوصل هنا بوسيله عامه بيبقى عنده بعض الصعوبات في انه يتحرك داخل مدينه العالمين. بوجود هذه الاوتوبيسات اتعمل مسار دائري بيعدي على جميع النقاط الهامه اللي حضرتك تحبي تتفرج عليها زي الشاطئ العام ويو ارينا والمسرح الروماني. اهم حاجه في الاوتوبيس احب ابدا بيها ان هو لذوي الهمم، في مواصفه ذوي الهمم، يعني اي حد من ذوي الهمم يحب يركب هذا الاوتوبيس ان شاء الله هو قادر على ركوبه بسهوله ويسر. حاجة تانية الساعة هي بسيطة جدا لأن احنا عدد كراسي 36 كرسي في جميع الإمكانيات اللي تريح المواطن اللي راكب من ناحية الواي فاي، ناحية شاشات العرض، التكييف، الباص ستوب، كل الإمكانيات اللي تساعده على تنفيذ رحلته بسهولة ويسر موجودة داخل الأوتوبيس إن شاء الله. تتيح وزارة النقل العديد من الخدمات للتسهيل على المواطنين تنقلاتهم من مكان لآخر بمدينة العالمين الجديدة، حيث تنقل الأوتوبيسات التابعة للوزارة المواطنين من القاهرة والأسكندرية ومرسى مطروح والمحافظات القريبة إلى مدينة العالمين الجديدة وأيضا منطقة الشاطئ العام ومنطقة الحفلات والمهرجانات وكذلك المناطق الحيوية بالمدينة. جهود مستمرة من الدولة المصرية لتوفير كل سبل الدعم والراحة من خلال توفير هذه الأوتوبيسات الذكية من جميع محافظات إلى مدينة العالمين الجديدة لتوفير لهم كافة سبل الراحة كي يستمتعوا بجمال مدينة العالمين في مهرجان العالمين في نسخته الثانية. ندى سرور، إكسترا نيوز. قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إطلاق اسم اللاعب الراحل أحمد رفعت على إحدى فرق برنامج كابيتان مصر في موسمه الثالث، والمقرر انطلاق مرحلة الاختبارات له قريبا في محافظة مصر، على أن تكون بداية مرحلة الاختبارات للبرنامج في موسمه الثالث من محافظة كفر الشيخ مسقط رأس اللاعب الراحل أحمد رفعت، كما يتم تخصيص جائزة باسم اللاعب الراحل في مركز الجناح الأيسر. والجدير بذكر أن برنامج كابيتان مصر تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وقدم البرنامج عددا من اللاعبين المتميزين
والذين انضم عدد منهم لأندية الزمالك والإسماعيلي وزد، وجار الإعلان عن الأندية الأخرى التي تعاقدت مع لاعبي كابيتانو مصر والذين يشاهد عدد منهم للمعايشة في أندية إسبانية. اختتمت أكاديمية المتحدة للإعلام المستوى الثالث من البرنامج التدريبي في مجال المحتوى الرقمي الذي تم تنظيمه لعدد من العاملين بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث شهد البرنامج مشاركة متميزة من العاملين بالقنوات العامة والإخبارية. وأقيم حفل الختام في مقر أكاديمية المتحدة للإعلام، وبدأ بكلمات ترحيبية من الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس أكاديمية المتحدة للإعلام، مقدمة التحية على مشروعات التخرج التي خرج بها المتدربون، معربة عن فخرها بالتحصيل العلمي والمهارات الجديدة التي اكتسبها المتدربون، ومشيدة بأهمية تطوير الكفاءات الإعلامية لمواكبة التطورات السريعة في مجال الإعلام الرقمي. وتضمن حفل التكريم توزيع شهادات التقدير على المتدربين الذين أعربوا عن امتنانهم للشركة المتحدة على هذه الفرصة القيمة التي أسهمت في تطوير مهاراتهم وتعزيز معرفتهم في مجال المحتوى الرقمي. واستهدف البرنامج التدريبي المحتوى الرقمي التدريب على أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في صناعة المحتوى الرقمي، بما في ذلك تحليل البيانات واستراتيجيات التسويق الرقمي وإنتاج وإدارة منصات التواصل الاجتماعي. واستمرت الدورة على مدار أسبوع كامل تخللها محاضرات وورش عمل تطبيقية قدمها خبراء ومتخصصون في المجال. ومن جانبها أكدت الدكتور إيناس عبد الدايم رئيس أكاديمية المتحدة للإعلام أنه تم الانتهاء من تقديم برنامج تدريبي متخصص للمحتوى الرقمي المستوى الثالث لرفع كفاءة وتطوير الأداء للعاملين في قطاع المحتوى الرقمي بالشركة المتحدة، وهو برنامج تدريبي دوري مستدام يتم التأكيد من وصول العاملين في هذا القطاع لأقصى درجات الكفاءة المهنية والمعرفة، مشيرة إلى أن هذه التدريبات تتم من خلال مجموعة خبراء في هذا المجال، ويقوم البرنامج على التفاعل والتدريب العملي وليس فقط التدريب النظري، مؤكدة أن التدريب العملي يعمل على ثقل خبرات المتدربين، واضحة أنه يتم التواصل مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال والذين يقومون بجزء من التدريب للمتدربين. وأوضحت أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالشراكة مع الأكاديمية تستهدف تطوير ورفع كفاءة العاملين، ويتم العمل خلال الفترة الحالية في أكثر من ملف على قطاعات كتقديم البرامج والكتابة الإبداعية والإخراج، مشيرة إلى أنه سيتم فتح الباب للمؤسسات والأفراد للالتحاق بالأكاديمية، وسيكون هناك إعلان من خلال الموقع الإلكتروني بأكثر من مجال إبداعي، حيث أن هدف الأكاديمية دعم واكتشاف المواهب، واضحة أن الشروط الخاصة بالالتحاق سيتم إعلانها عن طريق الموقع. أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، كما قررت الوزارة تحريك أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي لتكون كالتالي: بنزين 95 15 جنيها للتر، وبنزين 92 13 جنيها و75 قرشا للتر، وبنزين 80 فيبلغ 12 جنيها و25 قرشا للتر، أما السولار فيبلغ 11 جنيها ونصف للتر، والكيروسين فيبلغ 11 جنيها ونصف للتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات فبسعر طن المازوت 8500 جنيه للطن.
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق عدم المساس وثبات واستقرار سعر رغيف الخبز البلدي المدعم والمسعر على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف. وأشار فاروق إلى أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم، ومن ضمنها سعر السولار والغاز. وأكد فاروق أن المواطن يحصل على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين مع استمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج إن وجدت وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية. وتواصل الدولة مساعيها لخفض فاتورة استيراد المشتقات النفطية في ظل ارتفاع مستويات الطلب المحلي على تلك المنتجات. المزيد في العرض التالي وزميلة حور محمد. مساعي مستمرة تبذلها الحكومة المصرية بهدف خفض فاتورة استيراد المشتقات النفطية في ظل ارتفاع مستويات الطلب المحلي على تلك المنتجات. وفي إطار تلك المساعي تبنت الحكومة برنامجا نفذته على عدة سنوات بهدف تحرير أسعار الوقود، ما دفعها إلى تشكيل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تجتمع لتحديد الأسعار الجديدة كل 3 شهور، وعليه تشهد أسعار الوقود في مصر مراجعة كل 3 أشهر وفقا للآلية التي تعتمد على سعر برميل النفط في السوق العالمية. وتعتمد مصر بشكل كبير على الاستيراد في توفير احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية مع تزايد الاستهلاك، وهو الأمر الذي يعرض الاقتصاد لتقلبات أسعار النفط الخام والضغط على بند المصروفات في الموازنة. التوجه المصري يأتي في ظل تقلبات كبيرة يشهدها ملف النفط والطاقة العالمي، وذلك منذ عام 2022، والتي أثرت على مصر التي تحملت عبئا ماليا كبيرا، وذلك لدعم المواد البترولية في ظل جهود لتوفير المنتجات البترولية محليا، وهو الأمر الذي قلص الاعتماد على الاستيراد بشكل كبير خلال العام الماضي. ومع استمرار العدوان على قطاع غزة وتداعياته على البحر الأحمر من حدوث اضطرابات وتعطل لحركة الملاحة، وتأثير ذلك بنسبة تزيد عن 90% من إيرادات قناة السويس، والأهم زيادة تكاليف الشحن والتأمين، قد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد البترولية وأسهم بشكل كبير في رفع أعباء التكلفة الفعلية على الدولة فيما يتعلق بالشحنات المستوردة من الخارج بنسبة حوالي 12% ل3 أشهر الماضية. وأدى الارتفاع الكبير لأسعار النفط الخام بما يفوق توقعات موازنات العديد من دول العالم للعام الحالي إلى التسبب في ضغوط على الكثير من دول العالم، ومنها مصر والتي تعتمد على الاستيراد لتوفير الوقود والمنتجات البترولية لأسواقها المحلية. ورغم ذلك ذهبت القيادة السياسية إلى تثبيت سعر السولار لفترات طويلة سابقة بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة سعره وسعر بيعه في السوق المحلي، مع توجيه الحكومة بضرورة ترشيد استهلاك الوقود. التوترات الجيوسياسية والحروب التي يشهدها العالم تسببت في رفع أسعار النفط والغاز عالميا، فما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق النفط العالمية، كما أن العدوان على قطاع غزة أضفى مزيدا من العبء على أسواق النفط المثقلة بالأزمات العالمية المتلاحقة، وأدى إلى حدوث هزات في أسواق النفط. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا حول مساعي الحكومة لخفض فاتورة استيراد المشتقات النفطية. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة. وتدعم الدولة المواد البترولية بشكل متزايد في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، وخصصت موازنة 2023 و2024 دعما للمواد البترولية ب 119 مليار. We'll be right back.
واقتضت التغييرات العامة التي شهدها قطاع الطاقة التخفيف التدريجي لقيمة دعم المنتجات البترولية بعد أن تجاوزت أسعار الخام توقعات موازنات العديد من دول العالم. ما آلية التسعير الحالية للمنتجات البترولية؟ هي آلية بدأت منذ حوالي 5 أعوام بعدما تبنت الحكومة برنامجاً يستهدف تحرير أسعار الوقود التي تشهد مراجعة كل 3 أشهر وفقاً لآلية تعتمد على سعر برميل النفط في السوق العالمية. ما العلاقة بين الدعم وقدرة قطاع الطاقة على النمو؟ شهد قطاع الطاقة في مصر بعض التغييرات العامة التي اقتضت بالضرورة التخفيف التدريجي لقيمة دعم المنتجات البترولية، لكن أسعار النفط الخام جاءت هذا العام بما تجاوز توقعات موازنات العديد من دول العالم والتي تعتمد على الاستيراد لتوفير الوقود والمنتجات البترولية لأسواقها المحلية. ما العوامل التي تتحكم في آلية التسعير؟ تشكل أسعار النفط الخام العامل الأكثر تأثيراً في تحديد أسعار البنزين، فهو سلعة عالمية تشهد تقلبات عديدة تتضمن أيضاً تكاليف التكرير والتصفية وتكاليف التوزيع والتسويق. هل هناك فجوة بين الإنتاج والاستهلاك النفطي في مصر؟ زيادة الاستهلاك ترتب عليها زيادة الضغوط والأعباء على موازنة الدولة. تستورد الدولة الجزء الأكبر من احتياجاتها من المنتجات البترولية من الخارج بإجمالي 100 مليون برميل سنوياً، لتستحوذ على نحو 2 ملياري دولار من إجمالي فاتورة الاستيراد بما يعادل نحو 70%. ما انعكاسات الحرب على غزة على حركة أسعار المنتجات البترولية في مصر؟ ما يحدث من اضطرابات في مياه البحر الأحمر حالياً أسهم بشكل كبير في رفع أعباء التكلفة الفعلية على الدولة؟ وتعتمد حدة الأزمة الاقتصادية وجهود الحكومة للتعافي الكامل منها على مدى اتساع العدوان على غزة وتداعياته على حركة النفط الخام، كما أنه من المتوقع أن تظل أسواق النفط في حالة من الترقب والتقلب مع تطورات الأزمة الراهنة مع ارتفاع فاتورة النقل والشحن. ما إشكالية السولار في مصر؟ ذهبت القيادة السياسية إلى قرار تثبيت سعر السولار لفترة طويلة سابقة خلال العديد من المناسبات، بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه في السوق المحلية. فمصر تستهلك من السولار نحو 15 مليار لتر سنوياً، والدولة تحملت في 3 أشهر فقط نحو 4.25 جنيه دعم على كل لتر سولار. هل تأثرت واردات مصر النفطية بأزمة الكهرباء الحالية؟ ارتفع قيمة واردات مصر من النفط الخام ومشتقاته. أين تقع مصر بالنسبة إلى دول المنطقة في النطاق السعري للبنزين؟ على الرغم من الأسعار الحالية، فلا تزال أسعار البنزين في مصر في قائمة الأرخص عربياً، كما أن مصر احتلت المركز الرابع على مستوى العالم في الدول الأرخص في أسعار الوقود، وذلك في مارس الماضي. هل لدى مصر خطة لسد الفجوة الموجودة من الاحتياجات البترولية؟ الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على السيطرة على أسعار البنزين والمشتقات البترولية، كما أنها تمتلك خطة استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات البترولية خلال العام الجاري،
عبر التوسع في إنشاء معامل التكرير، ما سيساعد في إطالة حالة الاستقرار والاستدامة بملف المنتجات والمواد البترولية. بجانب زيادة معدلات الحفر الاستكشافية وتعزيز التعاون الإقليمي في صناعة النفط الخام والغاز الطبيعي. تسببت الأزمات العالمية المتلاحقة في ارتفاعات مستمرة لأسعار النفط على مستوى العالم، بدءا من الحرب الروسية الأوكرانية ومرورا بالحرب في قطاع غزة، وصولا إلى التوترات الأمنية في البحر الأحمر. أزمات عالمية متلاحقة تسببت في ارتفاعات مستمرة لأسعار النفط على مستوى العالم، بدءا من الحرب الروسية الأوكرانية ومرورا بالحرب في قطاع غزة، وصولا إلى التوترات الأمنية في البحر الأحمر. التوترات الجيوسياسية والحروب التي يشهدها العالم تسببت في رفع أسعار النفط والغاز عالميا، فما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق النفط العالمية. الحرب في قطاع غزة أضفت مزيدا من العبء على أسواق النفط المثقلة بالأزمات العالمية المتلاحقة، وأدت الحرب إلى حدوث هزات في أسواق النفط وارتفاع في الأسعار، كما عززت المخاوف بين تجار النفط والاقتصاديين من أن الأسواق قد تتجاوز مستويات قياسية لسعر البرميل. تبعات الحرب في قطاع غزة وطول أمدها أضاف أيضا مزيدا من التقلبات في أسعار النفط عالميا، خاصة مع امتداد تبعات الحرب إلى منطقة البحر الأحمر، حيث يواصل الحوثيون شن هجمات على سفن الشحن العابرة في منطقة البحر الأحمر ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وقد أدت هذه التوترات الأمنية في البحر الأحمر إلى رفع تكلفة الشحن وزادت من سعر النفط عالميا، وتسببت في تحويلات واسعة النطاق لسفن الشحن من البحر الأحمر. وتتأثر أسعار الوقود في مصر بالعديد من العوامل، أولها وأهمها سعر الوقود عالميا وتكلفة الشحن والنقل واحتياجات الأسواق، خاصة وأن الدولة تستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها البترولية من الخارج. ورغم ذلك وصلت مصر تقديم الدعم للمواد البترولية، وحافظت على وتيرة متباطئة في تحريك أسعار الوقود بسبب الارتفاعات المستمرة في أسعار النفط العالمية. وبلغت مخصصات دعم الوقود في مصر للعام المالي 2024-2025 154 مليار و500 مليون جنيه، مرتفعا من 119 مليار و300 مليون جنيه العام الماضي. تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عددا من مواقف النقل الجماعي في عدد من أحياء العاصمة للاطمئنان على حركة نقل الركاب وانتظام العمل بالمواقف والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة. أطالب محافظ القاهرة المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى التي حددتها وأعلنتها المحافظة، وإبلاغ مدير الموقف في حال وجود أي مخالفات من السائقين، كما شدد على ضرورة إلزام السائقين بوضع استيكرات وملصقات بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارات الأمامي والخلفي للسيارة، على أن يتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقا للزيادات الجديدة. كما وجه المحافظ بتكثيف حملة الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مواقف السيرفيس والنقل الجماعي بميدان الجيزة والمريوطية لمتابعة انتظام حركة سيارات السيرفيس وتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة بعد قرار تحريك أسعار الوقود. وخلال جولته شدد المحافظ على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين، وطلب المواطنين بالإبلاغ فورا عن أي تجاوز
تجاوزات تحدث في الموقف وأي استغلال من قبل السائقين. كما أكد محافظ الجيزة أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة باستغلال السائقين وزيادة الأجرة المقررة، وذلك على مدار اليوم للتعامل الفوري معها، مشددا على عدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة واستغلال المواطنين. تابع محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني من داخل مركز سيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام وعبر خاصية الفيديو كونفرنس مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء سير انتظام العمل بالمواقف العمومية والداخلية بالمحافظة. وأكد المحافظ أن قرار تعديل تعريفة الركوب جاء بما يتماشى مع مسافة كل خط سير ومراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال سائقين غير الملتزمين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة. احنا جهزنا الداتا الكاملة عن كل المواقف، وتم التنسيق بيننا وبين المحافظات المجاورة، وتم مراعاة ان يكون في عدالة في التعريفة اللي اتعملت بحيث انها تكون متوازنة، وفي نفس الوقت ان شاء الله تلقى الرضا. الوضع الحالي على الطبيعه بمتابعتنا، احنا بنتابع من مكانين، في ناس على الارض، في جميع طبعا رؤساء المراكز والمدن، المواقف، في التموين موجودين على الارض. الامر نسق تماما ما بين ان السائق وتعاملاته وبين المواطن، ومدروس بالطريقه الصح ان شاء الله، وباذن الله هتبقى الامور طيبه ان شاء الله. اجرى محافظ السويس اللواء طارق الشاذلي جولة تفقد خلالها انتظام العمل بمحطات الوقود والسولار بعدد من مناطق المحافظة. وتابع المحافظ أثناء الجولة استقرار حركة السفر بالموقف الرئيسي الذي ينقل الركاب من وإلى السويس، كما استمع لآراء ومقترحات المواطنين من الركاب والسائقين. طمأن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية المواطنين بالمحافظة على تكثيف الحملات المرورية والرقابية على مواقف نقل الركاب وعلى الطرق السريعة والداخلية بالتنسيق للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين. جاء ذلك خلال قيام المحافظ بحملة مرورية مفاجئة على بعض مواقف النقل بطنطا للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ومنع التلاعب بالأسعار، فضلا عن التأكد من التزام أصحاب محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالأسعار الجديدة للمواد البترولية. أعلنت محافظة الإسماعيلية تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السيرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة والمحافظات الأخرى. وشدد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية على تكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولات احتكار للمواد البترولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. تفقد محافظ أسيوط هشام أبو النصر مجمع مواقف نزلة عبد الله لسيارات الأجرة الميكروباص والسيرفيس بحي شرق للتأكد من الالتزام الكامل بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة التي اعتمدها اليوم عقب تحريك أسعار المواد البترولية. وحرص محافظ أسيوط على استقلال إحدى سيارات السيرفيس ميني باص للنقل الداخلي، واطمأن من المواطنين على الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة، كما التقى بعض السائقين مؤكدا لهم أنه تم تطبيق العدالة عند وضع التعريفة الجديدة بما يتناسب مع زيادة أسعار المواد البترولية.
تفقد نائب محافظ مطروح الدكتور إسلام رجب موقف سيارات الأجرة والأوتوبيسات بمنطقة الكيلو 2، وخلال جولته تابع نائب المحافظ سير العمل للتأكد من الالتزام بالتسعيرة الجديدة عقب تحريك سعر الوقود. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين من جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم 293 على التوالي، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، فيما أصيب 7 فلسطينيين من جراء قصف الاحتلال وسط القطاع، كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية والغربية من مدينة رفح الفلسطينية. مستشفى الشفاء بقطاع غزة أصبح مجرد أطلال من الركام والخراب بشكل يستحيل معه أن يعود لسابق عهده، في مشهد يؤكد سياسة الاحتلال في تدمير البنية التحتية في قطاع غزة ولا سيما القطاع الطبي. نتابع. جولة بين أنقاض أحد أكبر المستشفيات في قطاع غزة أطلعنا خلالها وفد منظمة الصحة العالمية عن حجم العدوان والانتهاكات التي مارستها قوات الاحتلال في القطاع المحاصر. مستشفى الشفاء والتي عاشت أكبر حصار لقوات الاحتلال لمنشأة طبية في قطاع غزة أصبحت مجرد أطلال من الركام والخراب بشكل يستحيل معه أن تعود لسابق عهدها، في مشهد يؤكد سياسة الاحتلال في تدمير البنية التحتية في قطاع غزة ولا سيما القطاع الطبي. نهاية مارس 2024 احترق مستشفى الشفاء ودمر بالكامل. اليوم نحن هنا في قسم العيادات الخارجية القديمة حيث تجرى محاولات لإعادة العمل به مرة أخرى، ونحن في منظمة الصحة العالمية نؤكد التزامنا بدعم المستشفى ليعود من جديد مركزا لدعم الجرحى. وقبل أن يتحول لساحة حرب جراء عدوان وحصار الاحتلال، كان المجمع الطبي الذي يضم 3 مستشفيات متخصصة يعمل فيه نحو 25% من العاملين في المستشفيات في قطاع غزة، وكان يستوعب آلاف الجرحى والمرضى بطريقة تفوق طاقته الاستيعابية التي تبلغ بين 500 إلى 700 سرير. واستهدفت قوات الاحتلال المجمع الطبي الذي كان يؤوي نازحين بهدف إجبارهم على إخلائه والنزوح باتجاه جنوب القطاع، وشنت عدوانا غاضما على المجمع والمنازل الواقعة في محيطه، مما أسفر عن استشهاد مئات الأشخاص وإصابة آلاف آخرين. صوت مجلس الدوما الروسي بالإجماع على إدانة تصويت الكنيسة الإسرائيلي منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وأقر الكنيسة الإسرائيلي في وقت سابق من الشهر الجاري مشروع قرار يرفض إقامة أي دولة فلسطينية مستقلة.
أعلنت روسيا منع عدد من كبار الشخصيات في عالم الأعمال في اليابان من دخول أراضيها، ما جعل طوكيو تقدم احتجاجا. وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن القرار يأتي ردا على العقوبات المستمرة التي تفرضها اليابان على روسيا فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة. ولم يوضح البيان سبب اختيار الشخصيات التي ضمتها القائمة. ومن جانبه قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية إن الإجراءات التي أعلنتها روسيا ستقيد النشاط المتكافئ للشركات اليابانية، وهي غير مقبولة على الإطلاق. قرر البنك المركزي الصيني خفض سعر الفائدة على آلية تيسير الاقتراض متوسطة المدى في خطوة مفاجئة أخرى، وذلك بعدما خفض بعض أسعار الفائدة الرئيسية مطلع هذا الأسبوع على نحو غير متوقع. وقد جاء ذلك كردة فعل على الانخفاض الحاد في سوق الأسهم مؤخرا بحسب وكالة رويترز. وصل المنتخب الأولمبي استعداداته لخوض ثاني مبارياته أمام منتخب أوزبكستان لحساب المجموعة الثالثة ضمن منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024. وكان المنتخب الأولمبي قد استهل مشوار المنافسات بالتعادل سلبيا أمام منتخب الدومينيكان في المباراة التي جمعت المنتخبين في أولى جولات المجموعة. ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب مصر ودومينيكان في المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة لكل منهما، بينما يتذيل منتخب أوزبكستان ترتيب المجموعة دون نقاط. قال البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي إن التعادل أمام دومينيكان في بداية المشوار الأولمبي لا يعني الخروج من المنافسة. أضاف أن المنتخب واجه سوء حظ كبير بالرغم من عدم تقديم الأداء المعهود، مؤكدا ثقته في اللاعبين الذين لا يزالون يمتلكون أفضل من ذلك بكثير. فأشار ميكالي إلى أنه واللاعبين سيقاتلون من أجل الدفاع عن أحلام المصريين، مطالبا الجماهير باستمرار الدعم والتشجيع. أما عن أخبار الطقس، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة. تقبلوا تحيات الزميل عمرو توفيق وأنا هاجر سليمان وفريق العمل. في أمان الله.